يرفع الكأس كأس الكونفدرالية الأفريقية. المكشخة، الإسبرانسا، شيخ الأندية، غول إفريقيا، فريق الدم والذهب. إنه ترجي رياضي التونسي، أقدم نادي رياضي في تونس متعدد الاختصاصات، أكثر النوادي الرياضية تتويجاً في كرة القدم وكرة اليد. يضم نادي الترجي عدة اختصاصات أخرى كالكرة الطائرة والجيدو والسباحة وغيرها. الترجي الفريق اللي تأسس في 15 جانفي 1919 في حومة باب سويقة، واللي تداولت على رئاسته عدة وجوه كما محمد المالكي وحسين بالخوجة وسليم شيبوب ثم عزيز زهير وصولاً إلى حمدي المدب. الترجي اليوم يتم لمية سنة، مية سنة من التتويجات والبطولات. منذ الاستقلال فاز فريق كرة القدم ب 28 بطولة و 16 كاس وأربع ثنائيات آخرها في 2011، وهكا يكون الترجي صاحب أكبر عدد من البطولات وأكبر عدد من الكؤوس في تونس. الفريق شهد أوجه الذهبي قارياً خلال التسعينات بفوزه بثلاث ألقاب مختلفة إضافة للكأس السوبر والكأس الأفرو أسيوية، كما أحرز على لقب رابطة الأبطال الإفريقية ثلاث مرات آخرها في 2018 مع وصوله إلى النهائي ست مرات. فريق كرة اليد فاز بالبطولة 30 مرة، منها 15 مرة بصفة متتالية بين 1971 و 1985، كما فاز بالكأس 25 مرة منها 16 مرة بالثنائي. الترجي تتويجات والترجي رموز ورجال صنعت مجده، كما المرحوم الهادي برخيصة اللي توفى في الميدان نهار 4 جانفي 1997 في مباراة ودية أمام الفريق الفرنسي أولمبيك ليون، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة كانت الكرة في اتجاه الهادي برخيصة، لكن سقوط مفاجئ تليه نوبة قلبية توفى على إثرها. الوفاة خلت لوعة وحزن كبير لدى الترجيين وكل التوانسة. طارق ذياب واحد من رموز الترجي اللي تم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في تونس في القرن العشرين، وتوج بالميدالية الذهبية الإفريقية في 77. الترجي عرف عدة نجوم كيما تميم والعيد الحمروني وشكري الواعر وخالد بن يحيى ويوسف المساكني وغيرهم، وكيما صنع زادة نجوم أجانب كيما مايكل إنرامو وجون جاك تيزي. ما نجموش نحكيه على الترجي من غير ما نحكيه على الفيراج والجمهور اللي ساند النادي طيلة 100 سنة وعاش معاه الانتصارات والإخفاقات بنفس المستوى من الحماس والشغف. الترجي أكبر من نادي وأعمق من ظاهرة، هو لدى محبيه هوية، انتماء، عنوان انتصار وفرح ومجد. مئوية الترجي حدث باش يعلق في ذاكرة وجدان كل من عشق ألوانه وشعاره.